تحت الضغط. أحمد حمودة ومحمد صالح، محمد صالح وأحمد حمودة. أحمد هتبتدي أنت الأول. تمام. هتروح عند سليمة محمد وترجع لنا تاني. تفضل. تعال أحمد مكاني. طبعاً أنت عارف أحمد تحت الضغط. اتدربت عليها؟ آه. بجد؟ برافو عليك. عايز إجابات بصوت واضح. تمام. مش عارف أقول لك صح ولا غلط. ماشي. تعال نطمن على محمد. تمام، محمد تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة العراق؟ بغداد. صح. ليتل بوي هو اسم القنبلة التي ألقيت على مدينة يابانية، فما هي؟ هيروشيما. صح. كم عدد حروف كلمة التميز؟ 6. صح. أرخص ليالي هي مجموعة قصصية لأديب مصري راحل، فمن هو؟ نجم محفوظ. غلط. في أي قارة يقع البحر الميت؟ آسيا. صح. معود هي أغنية المطرب مصري راحل، فمن هو؟ عبد الحليم حافظ. صح. ما هي الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون البرولاكتين؟ غدة الدرقية. غلط. كم عدد ألوان علم دولة تونجا؟ 3. غلط. من هو هداف الأهلي المصري التاريخي في البطولات الإفريقية لكرة القدم حتى 2020؟ صح. في أي دولة إفريقية يقع ميناء دار السلام؟ مصر. لا، مش في مصر. تعال مكان. برافو عليك. كم إجابة صح؟ 5. 6. 6 إجابات صحيحة ب 30 نقطة. سليم، عايزين أحمد ينضم لينا. برافو عليك. كويس، 6 طبعا كويس. نتيجة كويسة جدا. هنشوف دلوقتي محمد هيعمل إيه. محمد، أنا قدرت أقول العشر أسئلة لأحمد. تمام. جاوب على كم سؤال صح؟ عايز تعرف؟ لا لا. خليها مفاجأة؟ أنا عرفت أصلا. عرفت؟ عرفت منين؟ هناك. إزاي؟ العصفورة قالت. مامتك قالت. والله أنا والله العصفورة قالت. حضرتك وأنت بتقول وكان هو طالع. كنت أنت سمعتني يعني. طيب تمام، مش العصفورة يعني. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة العراق؟ بغداد. صح. ليتل بوي هو اسم القنبلة التي ألقيت على مدينة يابانية، فما هي؟ كيروشيما. صح. كم عدد حروف كلمة التميز؟ 6. صح. أرخص ليالي هي مجموعة قصصية لأديب مصري راحل. يوسف إدريس. صح. في أي قارة يقع البحر الميت؟ أوروبا. غلط. موعود هي أغنية المطرب مصري راحل، فمن هو؟ محمد عبد الوهاب. غلط. ما هي الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون البرولاكتين؟ مصر. كم عدد ألوان علم دولة تونجا؟ 3. غلط. من هو هداف الأهلي المصري التاريخي في البطولات الإفريقية لكرة القدم حتى عام 2020؟ أبو تريكة. غلط. في أي دولة إفريقية يقع ميناء دار السلام؟ مصر. غلط. أنتوا الاثنين قلتوا مصر وهي تنزانيا. كم إجابة صح؟ 4. 4 إجابات صحيحة ب 20 نقطة، ولكن أحمد معاه 6 إجابات بكم نقطة؟ 30 نقطة، وفي 10 نقطة دي كمان من محمد. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. ما هي الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون البرولاكتين؟ دكاترة، النخامية. الغدة الإيه؟ النخامية. الغدة النخامية. يا دكتورة سمر أشكرك. كم عدد ألوان علم دولة تونجا؟ 2. هما 2 يا دكتور مصطفى، الأحمر والأبيض. في أي دولة إفريقية يقع ميناء دار السلام؟ في تنزانيا. كلنا نحيي أحمد ومحمد. محمد واحد. تفضلوا. النتيجة اتغيرت طبعا يا أحمد. فرقة العشر نقط الهدية دول فرقوا جامد. أحمد كنتوا كام؟ كنا 65. 65. وكم إجابة صح؟ 6. 6 ب 30 نقطة و10 نقط هدية من محمد. عيلة حمودة 105. عيلة صالح، محمد كنتوا كام؟ 80. 80. وكم إجابة صح؟ 4. 4 ب 20 نقطة، بقيتوا 100. النتيجة قريبة والمباراة متكافئة وجميلة. ودلوقتي